لبسة جنان؟ ايه عم بسمعك، خير صاير شي؟ شو يلي صار بينك وبين هزال؟ ليش اتخانقتوا؟ مشكلة صغيرة، بصير هيك شي بين الأخوات. الأخوات ما بيقلعوا بعضهم من البيت مشان شغلات صغيرة. ما عندي وقت للأخذ والعطا. شو يلي عم تخبوه؟ مين؟ نحنا؟ شو بدنا نكون عم نخبي؟ طيب اعملوا يلي بدكن يا، أنا رح شوف التسجيلات ورح أعرف مين يلي عمل ببنتي هيك، ووقتها رح واجهكن اتنيناتكن. ست جنان، شوفي أنا عن جد ما عم بفهم عليكي شو يلي عم تقولي. فكرتوا أنكن حذفتوا التسجيلات ورح كل شي مو هيك؟ بس مو بهالسهولة، قريبا رح نعرف الحقيقة، مو بس نحنا، والشرطة رح تعرف الحقيقة كمان، كوني متأكدة. نعم أرماك. وينك حبيبي؟ بعت لك رسالة ما رديت. أنا بالشركة، شو صار؟ ما صار ولا أي شيء، بس اشتقت لك. رح تمر اليوم؟ ما بظن، مشغول شوي، بحاكيكي بعدين. ماشي. أنا بدي أعمل اتفاق معك، أنت روح وشوف خطيبتك وأنا كمان بروح وبحكي مع أمي وبعد ساعتين منلتقي هون، شو رأيك؟ لا. أوف، ليه بقى؟ وقفت فوق راسي مثل الحارس وحبستني هون. أنا رايحة. استني كينان، يلا تركني بدي روح. أنت ليش ما عم تفهمني؟ لازم أحكي مع أمي ضروري. ماشي بتحكي معها، بس اصبري شوي. لا، هلأ بدي أحكي معها. هزال لا تعمليها، وبعدين شو رح تحكي مع أمك؟ شو دخلك؟ ليش متوترة؟ ماني متوترة ولا شي. هزال أنا بعرفك، شبك؟ ما في شي كينان، قلتلك بدي أحكي مع أمي، في سؤال لازم أسأله يا هزال. إيه برو، قالت لي شي متعلق بأبي، كنت رح أسأل أمي لو ما إجوا رجالكن وأخدوني. شو القصة؟ أمي حملت من رجال تاني وبعدين تزوجت أبي، يعني الرجال اللي فكرته أبي مانو أبي الحقيقي. لك وين هزال خانوم؟ هلأ عرفت منك انه هزال ضيعة، قسماً بالله أنا ما بعرف وين بنوب. الرجال اللي تحت قال لي انه في بنت عم تنام بغرفتك، مين هاي؟ لكن هذاك الحقير خبركن. خليل، مين البنت اللي كانت؟ مين رح تكون بنتي؟ إيبرو، إيبرو. على شو عم تدوري؟ عم دور على تيابي. أنا عطيت لهزال كم قطعة تياب لإلي وعم دور عليهم. ما عم صدق، هزال تنازلت ولبست تيابك؟ قبل ما هزال تتنازل لمصاري زوجة، أي حبيبتي كانت تتنازل وتلبس تيابي، وهلأ عم دور عليهم، باخدهم وبروح. تركي تيابك هلأ وروحي، خبر هزال تبعت لك ياهن. مع السلامة.
يا ترى أرماك طلعت من غرفتها اليوم؟ لا ما شفتها اليوم. هي متضايقة من شيء؟ ما بعرف، بلكي تناقرت مع كنان ماما. أساساً هو ما عاد إجا كتير لهون، وحتى اليوم ما بين بنوب. شو يلي عم تحاولي تقولي؟ دافنا، احتفظي برأيك لحالك وبلا هالكلام الفاضي. فورال، أنت على الأغلب فهمتني غلط. أمي أنا مشغول هلأ، شو بدك تحكي معي ليلي؟ على أساس تحكي مع شركة الأمن؟ شو صار معك فورال؟ لا تشغلي بالك بهالموضوع. كتير عم فكر بهالموضوع، لازم أعرف مين سحب الفيش تبع الجهاز. مو هاي شنطاية هزال؟ أنتوا التقيتوا؟ وينها؟ ما التقينا بنوب. معناتها شو عم تساوي شنطايتها معك؟ رحت على المطعم بس ما لقيت حدا، لقيت شنطايتها. طيب ليش ما سألت أمها عن مكانها؟ وهي ما بتعرف وينها، بس مو مشكلة أنا بلاقيها. شو عم تساوي هون؟ جيت مشان أخذ أغراضي. شفتي هازال؟ تعرفي وينها؟ لا، مالها بالمطعم؟ بعد هالسنين طلعنا ما لنا عيلة حقيقية، يعني هنن إبرو وأمي وأبي. لساتني عم ناديله أبي. هنن طلعوا عيلة حقيقية وأنا اللي كنت الغريبة بيناتهم. عشت حياة مزيفة. ما فيني أقول شي عن أبوكي، قصدي السيد خليل، بس أنا بعرف كتير منيح قديش أمك بتحبك وأنه حبها إليك مانو مزيف. في مرة سألت أمي ليش أبي ما بيعانقني مثل بقية الآباء، وقتها قالت لي لأنك فراشة. ما فهمت عليها، قالت أنت عندك جناحين كبار، إذا عانقك بوقتها ما عاد تقدري تطيري. كانت دايماً تلاقي حجة وتتهرب من الجواب. ما كان بدها ياني أعرف إنه مو أبي الحقيقي. أساساً ما كان يحسسني إنه هو أبي. إمتى ما ساوى شي ضايقني أمي كانت تتدخل وتواسيني بسرعة. ما كان بدها ياكي تزعلي وينقصك أي شي؟ ليش مو ناقصني شي هلأ؟ مو لازم ازعل لأني كنت عم نادي لرجال غريب أبي؟ ما بعرف، يمكن أفضل من أنه أمك تتركك وتروح. لا تفهميني غلط هذا، ما بدي قارن وجعي ووجعك، أنا عم أقول هيك بس لتفهمي قيمة أمي ملاك. مبين المسكينة تحملت حياة مزيفة مشانك، انجبرت أنه تتحمل هالكذبة، وكله لمصلحتك، لازم تقدري لها هالشي. فورال بيك، انت فاضي؟ شو صار؟ حكيت مع خليل؟ هو ما بيعرف أي شيء. أكيد هالواطي عم يكذب، وهزال ما بتهمه أبداً، مستعد يساوي كل شيء مشان المصاري. قول للرجال يضلوا يراقبوه. أنت متأكد أنه هي انخطفت؟ بلكي؟ أنا متأكد، هزال وكنان وعزيز مانون مبينين، ممكن يكونوا هربوا بالقارب القديم نفسه. بعت الرجال على المينا وخبر يلي بششمه يدوروا بفندق عزيز توبراك اللي هنيك، أكيد عم يلعب لعبة وسخة. لو هدفه هزال لكان طلع قدامي، أكيد عم يستنى شيء. حافظ شو سويت؟ مفاجأة فورال جاهزة؟ لا تأكل هم، بعد شوي بتوصل لمكانها. حلو، معناتها الحرب بلشت؟ بالضبط هيك. طيب أنا وصلت على المطعم، بشوفك بعدين. ماشي معلم، شوفك. يلا.
لا أنا بدي روح. ملك مشان الله اهدي شوي، شو بدك تساوي لما تروحي على القصر؟ بدي شوف بنتي، أنا خايفة عليها، ما رح ارتاح لشوفها. وشو عرفك إنها بالقصر؟ وين رح تكون؟ ما عم ترد على اتصالاتي من لما شفت الرسالة اللي كتبتها ناز، وأنا خايفة يصير شي لبنتي. لا تخافي، كوني مطمنة، طول ما أنا عايش مستحيل اسمح أنه يصير شي لهازال. عزيز، هازال مو مبينة وما عم ترد على اتصالاتي. بعرف، لأنه أنا خطفتها. ما فهمت. لا تاكلي هم، اهدي، هازال بأمان عندي، اهدي لحتى أحكي لك كل شي، وكمان فيك تروحي تشوفيها. ما بعرف إذا أمي عايشة أو ميتة، يعني إذا عن جد مثل ما خبروني هي تركتني وراحت، شو بدي أسألها إذا شفتها بعد كل هالسنين؟ هاد نفس الشي بالنسبة إلي بابا، ما بعرف مين هو وإذا عايش أو ميت. إذا عايش ما بعرف إذا لازم أفرح، لأنه إذا كان عايش معناتها هو ما بده يشوفني وما بيهمه وجودي أبداً، مزبوط؟ بلكي ما بيعرف بوجودك، بلكي جديد عرف هالشي. معناتها المزم بأمي، هي اللي خبت الحقيقة وأنا دفعت الثمن. بلكي أمك وأبوك يتوجعوا كتير، ما بتعرفي. لهذا السبب كنت بدي أشوف أمي مشان أسألها، ممكن تسمح لي؟ أنا بترجاك اصبري شوي، بس شوي، رح تشوفي أمك وتحكي معها. أكيد فورال بيكون تحول لمجنون. ما في داعي لحتى يتحول لمجنون، هو هيك دائما. أكيد بيكون اتصل فيني، موبايلي بالشنطة، رح يتهمك أنه خطفتني. ما بيهمني. الشنطة، الفلاشة بالشنطة. أي فلاشة هي؟ يلي أخذتها من إبرو واللي فيها الفيديو ونحن عم نبوس بعض. وين الشنطة؟ يا ربي الشنطة وقعت مني لما الرجال أخذوني من المطعم، بلكي أخذها فورال. ياخذها، ما بيهمني أبداً هازال. يمكن ما بيهمك بس بيهمني كتير، إن شاء الله تكون وصلت لأيد أمي. صدق أنا، خليني روح بلكي بلاقي الشنطة والفلاشة. لا يوه، أرماك بنتي، أنتي منيحة؟ في شي مشكلة؟ لا بس أنا. أنتي شو؟ أمي كنان عم بيعاملني بقلة اهتمام آخر يومين، ما عم أفهم ليش هيك عم بيساوي. آه لا تقولي هيك حبيبتي، أكيد السبب بس ضغوطات الشغل، وأنتي لا تشغلي بالك بهالأمور ماشي؟ بالمناسبة وين هازال؟ جنان خانو، اجوا الشرطة عم يسألوا عن فورال بيك. مرحبا، بدنا فورال ديمير أغلو، وينه يا ترى؟ شو الموضوع؟ انتو بأي حق بتفوتوا على بيتنا بهالطريقة؟ نحنا معنا إذن بهذا الشيء يا خانو. أمي شو عم بيصير هون؟ ما في شي حبيبتي، لا تاكلي هم، ضيفنا خديه على غرفتها. ماشي. انتو شو بدكن؟ ليش عم تدوروا على فورال؟ مشان ناس ديمير أغلو. شو هاد يلي عم تخبصوا هلا؟ شو صار لناس ديمير أغلو؟ فورال هو اللي رح يجاوب على هذا السؤال. صحيح، انتي شو بتقربي لفورال؟ امه. اسمعيني يا خانم، رح قلك اياها بوضوح، صرنا فترة عم نلاحق هالموضوع. نحن طول الفترة الماضية ما قدرنا نوصل لدليل ضد ابنك، بس هلا وصلنا لدليل، واجينا لحتى ناخد فورال على المخفر مشان يعطينا افادته بخصوص ناس خانم. وهلا اذا ما عندك مانع رح اعيد سؤالي، وينه فورال ديمير أغلو؟
جنرال ديمير أوغلو؟ ايه أنا، تفضل، شو بدكن؟ معنا أمر باعتقالك. وشو التهمة؟ فورال ديمير أوغلو، أنت المتهم الأول باختفاء ناس ديمير أوغلو، لهالسبب رح ناخدك على المخفر. أرمك إهدي، ما فيكن تعتقلوني بدون ما يكون عندكن دليل ضدي. أنت ما بتعرف القوانين أفضل منا فورال بيك، وأساسا في معنا أمر من النيابة باعتقالك. لو ما في معنى أدلة ضدك وإذن من النيابة ما كنا أجينا. خدوا يا شباب. أمي، على فكرة أنتوا عم ترتكبوا غلط كبير، أنا رح حاسبكن ورح دفعكن ثمن هالغلطة. رح نتواجه. امشي معنا على المخفر. كورال، لا تقلق يا ابني، حكيت مع المحامي رح يساوي كل شيء. لا تقول شيء لحتى يجي المحامي، لا تقول ولا كلمة، هو رح يحلها، كل شيء رح يكون منيح وساق فيني. أمي تعالي شوفي حالة أرماك. أرماك، خدوها على غرفتها بسرعة فورا، أعطوها الأكسجين. نيفرا يلا بسرعة. رح تدفعوا ثمن هالإهانة، كلياتكم رح تدفعوا ثمن هالإهانة غالي. أعطيني خبر حلو. صار مثل ما خططنا معلم، يعني الطير فات على القفص، وهلأ نحن رح نقدر نشم هوا نظيف ونتنفس براحتنا، مو هيك يا حافظ؟ إن شاء الله يا معلم، طالما فات على القفص ما عاد نتركه مرة تانية. إن شاء الله. أنا شغلت الجهاز، ربع ساعة وبتكون منيحة، لا تاكلهم، نوبة صغيرة. أنا رح روح على المخفر، ما بتتركيها ولا لحظة، وإذا تكرر يلي صار من قبل وقتها رح حملك المسؤولية. لا تقلقي. شو صار، ما رد سنان؟ ما عم يرد. بعتي له رسالة وبعدين بيلحقنا على المخفر. ها سنان، وينك؟ ليش ما عم ترد على موبايلك؟ خير، شو في؟ أخدوا أخوك فورال. مين أخدوا؟ إجت الشرطة قبل شوي، أخدوا أخوك وراحوا على المخفر. لكن رجال الشرطة أخدوه؟ طيب ليش؟ قال بخصوص ناز، لسه ما فهمنا الموضوع، احكي. سنان، لازم ننقذ قبل ما يوصل الموضوع للصحافة، لا تبين أي شيء للي بالشركة. تعال بسرعة. ماشي، كوني مطمنة، ما رح يقدروا يساولوا شيء. أكيد هاي لعبة من عزيز، بالكتير بياخدوا إفادته وبيتركوه. رح أحكي مع المحامي وأعرف الوضع. لا تستعجلوا، استنوني، نطلع من البيت سوا. ماشي ماشي. يلا بابا، انت شو بدك تخبرني؟ بدي طالع الشنطة لفوق، اساساً كتير متضايقة. إبرو، انت كنتي عم تحكي عن فلاشة، ما قدرتي تاخديها؟ ما قدرت، بس لا تقلق رح اخدها. تركينا من هالامور واتصلي بكنان، اكيد هو بيعرف وين هازال، بيجوز هو اللي خطفها. ما بظن انه كنان خطفها، اكيد هازال راحت لعنده وبلزقت فيه، أساساً ما عم تتركه أبداً. شو إلها علاقة؟ شو علاقة هازال بكنان؟ هو مو من مستواها. لا، أنت هيك مفكر. هازال قلعتني من القصر وحاولت تحطني بالحبس ولساتك عم تفكر فيها؟ أي حبس يا بنت؟ عن شو عم تحكي؟ فهميني شو عم يصير؟ بدل ما تحاول تصلح علاقتي مع هازال، روح صلح علاقتك مع فورال، بس بهالطريقة بتقدر توصل لأحلامك، لأنه هازال ما عاد تخليك حتى تحلم بالمصاري. كله بسببك انت، دمرتي لي حياتي ودمرتي حياتك وهدمتي مستقبلنا كمان. ها جابوا فورا، يلا شغلوا الكاميرات، يلا صوروا تعالوا لهون، خدلوا صور منيح. فورا
فورال بيك، ليش جابوك على المخفر يا ترى؟ ممكن تخبرنا السبب؟ رح تعطي معلومات عن اختفاء ناس ديمير أوغلو؟ فورال بيك لو سمحت، لو سمحت سؤال واحد بترجع فورال بيك، ممكن تخبرنا السؤال؟ الصور جاهزة جالا خانم، من قدمها إمتى ما بدك؟ فوراً يعقوب، رح نستخدم كل شيء. ماشي فوراً. شغل التلفزيون كنان. خير خال عزيز، في شي مشكلة؟ شغل التلفزيون. ماشي يلا بس ثانية. شو في؟ ما بعرف. بلاش اتفرج على الخبر من بسيط. شو القصة؟ أعزائي مننتقل معكم لهالخبر العاجل. حسب المعلومات اللي وصلتنا قبل شوي، الشرطة اعتقلت رجل الأعمال فورال ديمير أوغلو ليحققوا معه بقضية اختفاء ناس ديمير أوغلو. بترككم هلا مع الصور يلي وصلتنا لما الشرطة جابت فورال ديمير أوغلو على المخفر. فورال بيك، ليش جابوك على المخفر يا ترى؟ ممكن تخبرنا السبب؟ فورال بيك، رح تعطينا معلومات عن اختفاء ناس ديمير أوغلو؟ ممكن تعطينا تصريح؟ حلو، هالموضوع بيشغل فورال بيك لفترة. معناتها صار فيني روح هلا، طالما فورال بالمخفر ما بيقدر يساوي لي شي. ما رح تروحي على مكان، في ألف رجال حواليه، إذا بالحبس أو برا ما بيتغير شي. ما بسمح لك تروحي. يعني بفيدك أكتر إني ضل هون. أنت شفت الخبر؟ بلكي الشرطة بدهم يسمعوا إفادتي كمان. شو رح تعملي؟ رح تدافعي عن زوجك؟ بقول مثل ما بعرف. ما فيكي تروحي، ما بسمح لك. مين مفكر حالك؟ أنت زوجي شي؟ لا أبداً، ماني زوجك، وزوجك هلأ بالمخفر ومتهم بجريمة. أنا ما فيني أبقى هون. ما عندي خيار تاني بنوب، للأسف. وأنا كمان بنتي. أنا رح أستنى برا. الشنطة تبعي ضلت بالمطعم أمي، أخدتيها؟ لا ما شفتها، لما إجينا ما كانت بالمطعم. أمي أنا بدي أسألك سؤال، بس بتمنى تجاوبيني عليه بكل صراحة، وعديني. بوعدك. الخاتم اللي بالصورة لناس ديمير أوغلو، وموجود هلأ بالخزنة بمكتب فورال ديمير أوغلو. ناز ما كانت تشلح هالخاتم ولا لحظة من إيدها، وأخوها لناز عزيز توبراك بيأكد لكم هالكلام كمان. هالرسالة بخط إيد ناز، كتبت لأخوها فيها إنه فورال عم يعاملها بأسوأ وهي خايفة. أنا بظن إنه في رسائل تانية ببيتهم يلي بشاشمي والقصر اللي هون، في كتير أدلة بتثبت إنه صار شي على ناز. شو ما كان صاير لناز، جنان ديمير أوغلو أكيد بتعرف. لهالسبب منطلب إنه تاخدوا إفادتها كمان. رح نساوي كل اللازم جالة، لا تقلقي أبداً، هالملف ما رح يتسكر قبل ما نعرف مصير ديمير أوغلو. استنى من بعد إذنك، ممكن تترك اللابتوب؟ هاد إلي وأخي ما بيستخدمه، هاد لابتوبي الشخصي.
أنا بس سألتك سؤال واحد، يا ترى خليل أبي الحقيقي ولا؟ لا تطلعي فيني هيك، قولي شي. أمي يلا جاوبي، أنت ليش ساكتة هيك؟ في مرة ارتفعت حرارتي وترجيتي لا ياخدني على المستشفى لأني كتير مرضت وقتها، بس ما قام من مكانه ولا اهتم لمرضي لأنه مو أبي صحيح. حياته ما عانقني ولو لمرة واحدة من كل قلبه لأنه مو أبي، مو هيك؟ لما لبست فستان العرس قلتيلي إنه رح يكون كفني، بتتذكري؟ ما تضايق ولا سأل أبدا، وما اهتم فيني لأنه مانو أبي الحقيقي. لو كان أبي الحقيقي لاحترقت روحه، بس خليل مانو أبي الحقيقي. ما ليش ساكتة؟ قولي. لو كان إنسان ولو كان عنده قلب لاحترق من جواته، بس الحقيقة مو هيك. خليل ما قدر يكون إنسان لحتى يكون أبوكي. بيقولوا إن الأبوة بالروح مو بس بالدم. الأولاد قطعة من أرواح الآباء. بسموا يلي بيعطي الأبوة الأب الروحي، لأنه بيفرش عمره وروحه وحياته قدام أولاده. أنا كنت مفكرته هيك، بس طلعت غلطانة. خليل بدل ما يفرش روحه وحياته بطريقك، فرش روحك وحياتك بطريقه. سامحيني يا بنتي، كان الأفضل بدل ما تقولي لهيك رجال أبي تعتبري أبوكي مات. معناتها ما مات، لساته عايش لهلأ. أبي عايش، لساته عايش. هي هي ورقتك الرابحة الأخيرة؟ هي هي كل قوتك؟ هي ورقتي الرابحة الأولى. بلشنا اللعبة وبأيدينا كتير وراق. أنا رح حاسبك ورح حاسب صياد السمك اللي ساويته كلب عندك. أنا بحياتي ما دخلت حدا بمشاكل الشخصية، يعني بس أنا وأنت. مظبوط، هزال بصفي هلأ، وأنتوا الاثنين رح تدفعوا الثمن غالي على خطفكم لمرتي. الوحيد يلي رح يدفع الثمن هو انت فورال، وكمان مو قلت لي انك رح تقتل بنتي وبعدين رح تقتل حالك؟ هزال ما عدت جنبك هلا، رصاصة واحدة بتكفي. انا اساسا عطيتك الرصاصة من زمان، شغلتك سهلة. صدقني بس اطلع من هون. رح تطلع، انت رح تطلع، بس طبعا بسيارة نقل المساجين، ولا تاكل هم. انت ما رح توصل على هداك الحبس، لأنه رح خليهم ينقلوا جثتك بسيارة دفن الموتى. حط هالشي براسك. وصلت لنهاية الطريق فورال. رح أخذ هازال من إيدك وما عاد تشوف وشه بعمرك. إيه منشوف. ما علينا، الله يفك أسرك. بتعملي فيني هيك شي؟ كيف بتكذبي علي وبتخدعيني كل هالسنين؟ معقول
معقولة كنا بحاجة كنية واحد تاني؟ سويتي هيك لأنك ما بتقدري تهتمي فيني؟ ما كنا بنقدر ندعم بعض ونوقف على رجلينا لحالنا؟ ما كان بدي إياكي تحسي بأي نقص يا بنتي. وقتها كنت مفكرة أنه أبوكي تركني. ما كان بدي إياكي تظني أنه أبوكي ما بيحبنا لهيك تركنا. بس اكتشفت أنه الحقيقة مو هيك. طلع أبوكي ما تركنا يا بنتي. هو بيعرفني؟ بيعرف إنه أنا موجودة؟ بيعرفك. بيعرفني ومع هيك ما إجا ليشوفني؟ صدقيني القصة مو هيك. ما كان بيعرف إنه عنده بنت وهو من جديد عرف. عرف بوجودي بس ما إجا ليشوفني. ما إجا ونادالي يا بنتي؟ لا إجا. أبوكي إجا. أول ما عرف الحقيقة إجا لعنا. كان بده يقلك الحقيقة بس أنا ما سمحت له بهالشي يا بنتي. بنتي أهلين وسهلين. عامل لك اتركه بابا. بنتي هازال أهلين. أنا أجيت مشان بارك لأمك بالمحل. ما فهمت ليش أجيت. أنت مين مفكر حالك داخده؟ شو نحن بغابة؟ جرب يأذي لحتى أطعك بإيدي. ما خطر لي بنوب إني أحسد خليلي وأتمنى أكون مكانه. يا ريت كان عندي بنت مثلك بتحبني مثل ما بتحبي. عزيز توبراك هو ما أبي هو عزيز توبراك. أنا أسفة. والله يا بنتي ما كان عندي القوة لحتى أقول لك الحقيقة. كثير خفت أني أخسرك يا روحي. اجيتي على بيتي وهددتيني ببنتي يا جنان خانم، تذكرتي هذا الشيء؟ هلا انت عدي وفكري. انا حملت عبء بنتي على ظهري وهلا دورك انت. احملي عبء ابنك على ظهرك. بس يا ترى رح تقدري تحملي؟ اذا صار شيء لابني فوقتها رح خلي هالدنيا تصير سجن عليك. غلطانه يا جنان خانم. انتو يلي بالاول زعلتوا اختي وما بعرف شو سويتوا لها. لهالسبب رح خلي الدنيا سجن إلكم. والموضوع ما رح ينتهي بابنك، وعن قريب كمان رح تفوتي على السجن. استني وبتشوفي. عمي عزيز أنا بدي ضل هون شوي. ليش نحن ساونا اللي علينا؟ خليهم يهتموا بالباقي. أنا بدي أشوف إفاداتهم، بلكي لقوا شي ثغرة. نحن لازم نكون جاهزين لكل الاحتمالات. نحن بالمخفر ما بيقدروا يساووا لي شي. لا تقلق. ماشي. هازال بترجاكي خلينا نقعد ونحكي. أنا رح خبرك كل شي بس بترجاكي اسمعيني. ما ضل شي لنحكي. سمعت اللي بدي اسمعه. طول
طول حياتي وانتي عم تلعبي علي. بنتي انا عندي سبب بدي اوضح لك اياه. خلينا نحكي. اي سبب بيخليني سامحك على الغلط او بنسيني اياه؟ كيف بقدر انه انسى هيك كذبه؟ خليتي رجال غريب يكون ابي وخليتي ابي يكون غريب علي. كيف بدي سامحك على هذا الشيء؟ بنتي هازال ما عاد بدي احكي ولا اسمع كلامك. ممكن تروحي؟ بدي ابقى لحالي. هازال لو سمحتي. امي بترجاكي روحي. بنتي روحي. Ha ha ha!